تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلقاطة من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلقاطة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من شاطئ مندورة، بالضبط بالمكان المسمى عين البحرية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة وتطويق المكان، أين أسفرت العملية على توقيف 8 أشخاص من بينهم 4 منظمين لعملية الهجرة غير الشرعية. كما تم حجز قارب مهيئ للهجرة بطول 6.20 متر وعرض 2.5 متر، محرك بحري بقوة 40 حصان بحري، 9 دلاء بنزين سعة 20 لتر لكل دلو بمجموع 160 لتر، هواتف نقالة سترة النجدة. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.